كلنا كلنا فاتوره نتحملها. دكتور محمد معيط وزير الماليه، اولا مساء الخير، الحمد لله على السلامه. مساء النور احمد، الله يسلمك. انجزنا في مع الصندوق، هل اقتربنا الاتفاق الكامل مع الصندوق؟ يعني كل المحتويات بتاعت الاتفاق يعني بالفعل يعني تقريبا الحمد لله انجزنا. يتم الاعلان النهارده بكره خلال ساعات ان شاء الله هيتم الاعلان سريعا. لا خلاص، احنا كل الحاجات انتهت مع الصندوق مش كده؟ تقريبا الحمد لله. عظيم. هل بنتكلم على احنا حجم الفجوه التمويليه قد ايه اللي احنا عايزينها تقريبا؟ الاتفاق مع الصندوق اتفاق على برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري اللي بيدعمه الصندوق، فما القضيه ما هياش تمويل وما هياش اقتراض قد ما هي انه بنعلن للعالم ان مصر عندها برنامج اصلاح اقتصادي، وهذا البرنامج تم مناقشته مع الصندوق والصندوق بيدعم هذا البرنامج. عملية بقى التمويل أو الكلام ده بيبقى طبعا أحيانا بيبقى في جزء تمويلي بيتم الاتفاق عليه وبيعلن إن شاء الله يعلن يعني. لكن هو الأهم من الجزء التمويلي أو المبلغ يعني بيبقى موجود، لأنه أحيانا أنت بتطلب إنه ممكن ما يبقاش تمويلي، يبقى بس برنامج مدعوم من الصندوق او يعني واخد دعم الصندوق، لانه بيبقى مهم جدا لمخاطبه المستثمرين ومخاطبه مؤسسات التمويل الدوليه المختلفه ومخاطبه الدول المختلفه، يعني انه في برنامج للاصلاح الاقتصادي او برنامج يعني لمستقبل الاقتصاد المصري، الصندوق بيدعم هذا البرنامج. فهو يعني ده الفكره. سيادة الوزير، هل كانت مفاوضات شاقة، مفاوضات مرنة، وخاصة ان احنا بدأنا هذه المفاوضات ربما من مارس الماضي؟ بص، الصندوق متفهم الظروف اللي بيمر بيها العالم، يعني الوضع الصعب جدا اللي اقتصادات العالم كلها بتمر بيه، خاصة الدول اللي هي النامية والناشئة والكلام دوت، بالتالي ف يعني الحوارات مستوعبه دوت، و يعني مناقشات تمت في هذا الاطار. يعني شكل الاصلاحات الجديده المطلوبه ايه حضرتك؟ يعني هو بالنسبه دايما اي برنامج في ثلاث عناصر، عنصر يتعلق بالسياسات الماليه، عنصر بيتعلق بالسياسات النقديه، عنصر بيتعلق بالاصلاحات الهيكليه في الاقتصاد. بالنسبة لنا كوزارة مالية، هو احنا الحمد لله عملنا اصلاحات خلال الفترة اللي فاتت، خفضت العجز باكثر من 50% بتاع الموازنة. الدين برغم كل ما يقال، انما مستويات الدين بتاعتنا يعني كان المفروض تبقى دلوقتي تحت ال 80%، احنا في 30/6/2020 احنا كنا 8.9، بس طبعا جات لك كورونا بقى، وبعد كورونا جات لك الموجة التضخمية والوضع شايفه دوت، وبالتالي خلى بدل 8.9 في يونيو 2020 بقى 85.7 في يونيو 21. وبعدين طبعا الدين بيبقى فيه مكونين، مكون محلي بالعمله المحليه ومكون بالعمله الاجنبيه، فلما حصل التاثير بتاع تغير سعر الصرف بالنسبه للجنيه المصري رفع حوالي 4% في الدين، فبقى 87.2، يعني لولا الاربعه ده كنت هتبقى 83.2، اقل من السنه بتاعت اقل من 36/22 سوري 21. فيعني فمتفقين على انه هناخد الدين تاني تحت يعني ان شاء الله باذن الله تدريجيا هننزل بيه. المستهدف انه يبقى مثلا يعني حوالي 81% او 30/6/2016، احنا نفسنا عاوزين الدين بتاعنا يبقى اقل من كده، في حدود ال 75% او كده. نعم، احنا هدفنا ان احنا نحط ديننا على وضع ان شاء الله باذن الله افضل من اللي كان موجود على مدار 40 سنه. طيب سيادة الوزير، الكلام كتير حوالين سعر الصرف ومسألة المرونة بالكامل أو التحرير بالكامل، مش مسألة مرونة، مدى صحة هذا الأمر؟ وأنا عايز رسالة طمأنة للناس فيما يتعلق بهذه الجزئية اللي هي كل الناس مش منتظر